مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع فقرة الضيف. النهاردة بقى هيكون معانا يعني اتنين مش بس مشهورين على السوشيال ميديا، لأ هما قصص شباب ناجح. الأول هيكون معانا مهندس معماري والتاني مهندس مدني، هما فيديو بلوجر أصلا بس هما مهندسين، يعني عندهم قصص نجاح هنسمعها منهم وهنعرف هما قد ايه تعبوا في حياتهم. نرحب بقى بضيوفنا المهندس هشام أحمد والمهندس إكرامي هجرس. بصوا احنا جايين النهاردة قاعدين تمام، مش برنامج بقى والجو ده، انا عارف انتوا مالكوش في الجو ده خالص، ده جاهزين. تمام يلا. انا عايز اعرف حاجه واحده من قبل ما نبدا اي حاجه. تمام. انتوا مهندسين، مهندس معماري ومهندس مدني، وخلصتوا وشغالين وبتعملوا حاجه تانية سوشيال ميديا وعندكم فولورز والدنيا زي الفل. هشام بس ازاي؟ والله ازاي دي ولا ازاي دي؟ ازاي الاثنين؟ والله الشغل الصبح الساعه 7 لحد الساعه 5. دراستك لما كنت بتدرس؟ لما كنت بس ما كنتش بعمل اي حاجه خالص غير الدراسه. تمام. بس طب والشغل دلوقتي؟ حبه وحبه يعني. حبة وحبة. طبعا باجي على الشغل طبعا اكتر الوقت. يعني بتبهدل في الشغل كده، يعني ساعات يعني تلاقي مثلا مدير الموقع مثلا انت بتعمل ايه، يا الاقي مثلا عياله عاملين لي فولو، هو نفسه بيتفرج عليا بتعمل ايه، يقول لي انت بتعمل ايه، اقول له يا باشمهندس عادي يا باشمهندس، يعني بنهزر معاه عادي. مشيها مشيها، بس في الشغل برده ليه وضعه يعني. ليه وضعه. طب انت اكرم؟ نفس الموضوع والله، نفس الموضوع. حاجه بحبها فانا مدي ده وقت ومدي ده وقت. بص احنا دايما نعرف اي حد يخش هندسه خلاص، اللي دخل هندسه ده خلاص شكرا كده، تمام، هو اتفصل عن العالم وبقى مهندس. لا بس خلاص مع الشغل والحياه اللي انت بتمارسها خلاص كل حاجه بتبقى واضحه قدامك، انت عايز تعمل ايه، الهدف اللي قدامك بتحققه وبتشتغل عليه. حلو قوي. احنا جايبينكم النهارده عشان كده، صح يا اميره؟ هو بس مش كده يا احمد، هم كمان عندهم متابعين كتار جدا على السوشيال ميديا ما شاء الله. احنا مش بنقر على فكره. الله اكبر. طبعا انا قلت بسم الله ما شاء الله. طيب نتكلم جد شويه، نبتدي معاك يا اكرامي. عايزاك تعرف الناس مين اكرامي اكتر، لان اصلا انا اتفاجئت ان في ناس ما كانوش يعرفوا ان انت مهندس. تمام. انا اكرامي هجرس، 29 سنه، خريج هندسه معماريه. حياتي كلها كانت شغل في شغل. بعد يعني من سنه بالظبط بدات ان انا اشتغل على موضوع الفيديوز، اشتغل وحابب موضوع التمثيل فقلت اشتغل. كويس. بس هو ده كل اللي انا كل حياتي. ساكن فين يا اكرم؟ معادي. متربي اصلا؟ متربي اصلا. لا انت باين ان انت كيوت يا اكرم. لا 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 احمد مش كده والله. انا عارف ان انت مش كده. هشام بس كيوت قصير. كيوت قصير. طب هشام عرفنا شويه بنفسك، غير ان انت مهندس، الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش بقى. احنا هنا مش في برنامج، ها اتكلم براحتك. انا شخص بسيط جدا يعني لسه انا اسكندراني. تمام. وخريج هندسه اسكندريه من كام سنه كده، مشتغل من وقتها. موضوع النت ده جاء بالصدفه البحته، كنت بكتب عادي جدا، مره واحده الناس بدات تحب اللي بكتبه، عملت فيديو كان على ما تتجوزيش مهندس لان احنا عندنا عيوب خطيره. تمام. انا اكتر ناس بتاعي اكتر ناس بتاعي صغيرين. طب ليه اكتر ناس بتاعي؟ الضغط العصبي. الضغط العصبي اللي علينا يعني، هو ده اللي انا بتكلم فيه. انتوا الضغط العصبي، الناس كلها عارفه المهندسين دول يعني مذاكره وشغل ومشاريع وحاجات كتير. يا احمد ده السواد جه لحد شفايفي مش عليا من كتر الصحيان بدري والله. انت عندك كام لحد شفايفي؟ الفانز بتوعك كام؟ ربع مليون. ربع مليون. وتقول لي جبتهم امتى؟ جبتهم والله من عند ربنا والله، ولا حسيت بيهم والله، هم جم لوحدهم. الفانز يا جماعه، الفانز لوحدهم ربع مليون، والفيديوهات بتاعته بتعدي الملايين. هو واكرامي، اكرامي برضه احمد كلهم بنات. كلمني ايه؟ بنات عند اكرام مش عندي. يا سلام. مشكله عادي عندي بنات. اقول هو طبيعي الفئه الناس بتروح للفئه اللي هي عكسها، يعني البنت هتروح للولد، الولد هيروح للبنت. مش شرط والله، مش شرط. وانت هشام كمان من اسكندريه. يعني بنات اسكندريه كلهم ما شاء الله حلوين، يعني احلى بنات في الدنيا. احلى بنات في الدنيا. بكلمك بالامانه يعني والله. انت عايز توقف البرنامج وتوقف احنا اول حلقه. لا والله. طيب هشام اصلا خريج هندسه اسكندريه. خريج دفعه كام؟ 14. 2014. من اربع سنين كده. قعدت سنه اولى بالصدفه يعني. بصوا بقى احنا موضوع الحلقه او موضوع فكره برنامج اصلا، احنا بنعمل بوش للشباب، يعني احنا بنحاول ندفع الشباب بطاقه ايجابيه. انتوا امثله كويسه جدا 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 للشباب. ربنا يخليك. انتوا مهندسين ويعني خلصتوا ونجحتوا في شغلكم واشتغلتوا وفي نفس الوقت عملتوا كارير تاني. انا عايز كل واحد فيكم بقى يكلمني عن الحاجات الصعوبات اللي قابلته وما وقفش قدامها. تمام. عداها. تمام. نبدا باكرام. طيب انا بالنسبه لي كان اكبر مشكله بالنسبه لي ايام الدراسه كان موضوع الماديات. اني كانت جامعتي مصاريف كتير ووقت كتير، فكنت بضطر ان انا اشتغل مع الجامعه. تمام. والحمد لله قدرت ان انا اقف، لان انا كبير اخواتي اصلا. فان انا اشتغل على ده، ولان انا عندي هدف عايز احققه. ده كان فتره الجامعه. تمام. لما خلصت شغلي جامعتي اشتغلت فتره كبيره، شغال سنه سنتين ثلاثه،
فكره بقى الفيديوهات دي جات لي مع الوقت. تمام. انا حابب موضوع التمثيل من بدري بس مش لاقي المنفذ اشتغل ازاي. بقى لي بالظبط بتاع سنه شغال السوشيال ميديا والحمد لله قدرت ان انا يعني احقق فيهم حاجه من وجهه نظري فيها نجاح يعني. اكرامي انت بتقول انت نفسك تمثل، انت ما شاء الله الفيديوهات بتاعتك بتعدي الثلاثة واربعة مليون يعني. ما شاء الله ما شاء الله يعني هدف يعني سوشيال ميديا هدف. ما جاتلكش فرصه؟ طيب اكيد جاتلك في رمضان. تمام. مسلسلين كبار بس ما حصلش نصيب او ما تعرفش ايه اللي حصل. الفلوس ها؟ لا لا والله اخر حاجه انا ممكن افكر فيها على فكره خالص والله. طيب بس انت بتجتهد عشان توصل لحاجه معينه فاكيد يعني. صح كده. بس اكرامي انا عايزه اسالك في موضوع الفلوس والحاجات دي، في ناس كتير جدا ما شاء الله مشهورين على السوشيال ميديا لما بيروحوا مكان مثلا بيتشردوا والله ناس يعني انا عايزه اقول للناس يا جماعه ان دول ناس مش تافهه فعلا، لان يعني اعذروني في ناس بيبقوا تافهين جدا على السوشيال ميديا. انا بشوف فيديوهات يا احمد ما بتعمليش حاجه يعني، انا ما بحسش ان هي ما بتديش ولا هدف ولا اي حاجه خالص، بالعكس ده بيبقى فيها الفاظ وحاجات خارجه انا ما اقدرش اوريها لاولاد اختي مثلا الصغيرين او فاهم قصدي ايه. فما شاء الله عليكم انتوا ساعات بتطلعوا بحاجات هدفة وبتكلموا الشباب بجد يعني. هو الفكرة في المحتوى اللي احنا بنقدمه ان احنا عايزين نفيد نفسنا الاول وبنفيد الناس، وسلبيات موجودة بنناقشها بالظبط بسيطة وبطريقة تخش لأي قلب أي حد موجود يعني. لا انت ليك كذا فيديو هنعلق عليهم بس بعد لما نرجع من عند هشام. اه طبعا هشام. هشام بقى الناقد الساخر الاول على السوشيال ميديا. انت بجد بجد انت بتجيب افكار كده هي بتبقى سهله والله، بس انت بتجيب افكار وجمل بتتقال اللي يعني كل حاجه انا بحتاج بيها في الدنيا 5000 يعني شير كل يوم يعني 10000 شير كل يوم الموقف بيبقى كل يوم يعني بتحصل معاك كل يوم يعني انت بتشوفها يا اما على التلفزيون يا اما بتشوفها على النت يا اما بتشوفها في حياتك في الشغل في اخواتك اي حاجه لازم تشوفها. اول موقف طيب يعني انت اول موقف اتكلمت عنه وحسيت ان هو جاب ايجابيه مع الناس، حسيت الناس كتير تفاعلت مع الموقف ده، موقف انتقدته للشباب مثلا. موقف انتقدته للشباب كان فكره انا قعدت فتره كده انتقد جواز الصالونات نفسه. انا مش ضده بس قعدت انتقده فتره لان الناس كانت يعني مش انتقده، الناس كانت ايه بترحب بيه وكده، هو مش وحش طبعا. تمام. بس مش الاولويه ليه يعني، مش ده اول حاجه، مش ده اول اختيار ليك. قعدت انتقده، الناس دوست عليه شويه، الناس عجبها الكلام. اتكلمت على الشباب المتواكله لان في بعض الشباب اللي هو انا عايز من الاخر كده احمد اتخرج ابقى رئيس مجلس اداره بالظبط. وده مش امر طبيعي خالص، ده مش هيحصل يعني. انا عايز اقول لك واكرامي عارف الموضوع ده، انا اول ما اتخرجت اشتغلت 3 شهور من غير ولا مليم. وممكن توصل لسنه كمان. وكنت بتصرف يعني، بتصرف على شيء، بتروح تقعد في الموقع، احنا شغلنا كله في الموقع في الشارع، بتصرف على الموقع، بتصرف على كل حاجه من جيبك، بس انت بتتعلم. فانت لازم لما تيجي تتخرج الاول اول حاجه تدي نفسك فتره تتعلم فيها وبعدين تبدا تقول انا عايز اجيب فلوس. لا انت بتتخرج، انا عايز دلوقتي ابقى رئيس مجلس اداره، دلوقتي ابقى انا معايا فلوس كتير. ايوه هتجيبها منين؟ مش هقول لك يعني ما تركنش على حد ومحدش بينفع حد، انت كده كده او وانس ان انت بتخلص خلاص مسؤول عن نفسك. انت ده كلامك مظبوط جدا جدا، وانتوا يعني انتوا بتدوا رساله للشباب ان يا جماعه ما يبقاش الهدف الاول الماديات، الهدف الاول الماديات، الماده هتيجي هتيجي كده كده. وعايز اديك معلومه دلوقتي مع موضوع الفيسبوك او موضوع الانستجرام او اليوتيوب، الناس بقت بتلجأ له خلاص انا عايز عشان ربح بسرعه. طيب احنا هنعرف ده، هنعرف طريقه الربح ازاي، وفي اسئله كتير عن السوشيال ميديا اثرت ازاي في حياتكم، بس الكلام ده هنقوله لكم انا واميره بعد الفاصل. هنطلع فاصل ونرجع لكم. لكم تاني مشاهدينا في برنامج يلا نعيش مع نجوم السوشيال ميديا المهندس هشام احمد والمهندس اكرامي هجرس. احنا هنرجع تاني يا هشام لموضوع الفلوس ده اللي احنا عشان بس نقفله، ان فعلا في يعني انا بقى يعني انا عايز اعرف تعليقك على الناس مثلا اللي هي بقت دلوقتي بتفكر في فلوس وهم اصلا بيقدموا حاجات تافهه. مش هم المحتوى. طبعا انت اضحك لاني هرجع لك دلوقتي. دلوقتي بقى مش مهم المحتوى، المهم الفيو، المهم اجيب فلوس. اليوتيوب بيدي فلوس مثلا على كل تقريبا 100,000 او حاجه كده. انا مش عارف فازل اليوتيوب لان انا ماليش في اليوتيوب كتير. طب اجيب فلوس منين؟ ايوه اجيب فلوس منين؟ اقدم حاجه. انت بتعمل ايه؟ ولا اي حاجه. طبعا الميوزيكالي واللي بيعملوا الميوزيكالي اللي احنا بنشوفه كلنا طبعا، بنات وشباب عنده 16 و15 حاجه يعني. بصراحه مؤسفه. والناس ياما انتقدت الموضوع ده، وناس زعلت مثلا انتقدوه. انت مالكش دعوه انا حر. لا انت مش حر، احنا في مجتمع شرقي. طب احنا دلوقتي معانا اتصال، يلا بينا ناخده. يلا معانا دلوقتي خالد الجنيدي من الشرقيه، صح كده خالد؟ الو من كفر الشيخ. من كفر الشيخ. عامل ايه يا خالد؟ السلام عليكم. ايه اخبارك؟ وعليكم السلام. الحمد لله. معاك هشام واكرامي، هم عايز يسالهم ايه؟ انا بجد احب ان اهنى حضراتكم بالبرنامج الجديد بتاعكم. ربنا يخليك. بدايه طيبه ورائعه ان شاء الله للبرنامج. ربنا يخليك يا رب. وانا من اشد المتابعين للمذيعه اميره بابا.
ربنا يخليك، ميرسي. اللي منوره الشاشه دي التلفزيون، والاستاذ احمد رضوان. ربنا يخليك، شكرا. وهشام احمد وكرامة عباس متابعين على الانستجرام. كرامة هجرس حبيبي يا باشا، حبيبي. متشكرين طبعا يا خالد، انت منورنا. تحب تقول ايه لهشام واكرامي؟ احب اقول لهم كملوا واحنا متابعينكم، وان شاء الله توصلوا لاعلى مكانه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا خالد، واحنا مبسوطين ان انت كنت معانا. شكرا. نيجي بقى الموضوع، مهم جدا. تمام. انتوا الاثنين ليكوا تاثير جامد على السوشيال ميديا. موضوع محمد صلاح واللي حصل والازمه بتاعته اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي، ايه تعليقكم انتوا الاثنين؟ انا اتكلمت امبارح. انت اتكلمت امبارح؟ وانت يا اكرام؟ طبعا هي حاجه، انت هتطلع بفيديو، انت هتسكت تسكت هتطلع بفيديو. انا لا والله ما رضيتش اتكلم. هو في النهايه احنا فعلا مش عايز اخبط في اي حاجه خالص، بس الموضوع كله احنا ما خدناش ان احنا نعامل اي حد في مصر باحترافيه شويه. احنا خدنا على عادي اكرامي صاحب احمد صاحب هشام، فقشطه الدنيا عاديه. لكن احترافيه واحترام شغل او بس، يعني مش عايز افتح كتير. يبارك لك ربنا. هو عنده الاون بيز بتاعه، يعني انت وده شغلك صح، انا احترمك. لازم هو برضه راجل ما بيبخلش في حاجه، على حسب ما احنا بنسمع والناس بتاعت قريته نفسهم بيتكلموا، الراجل ما بيبخلش، ما تتكش عليه بقى. يعني هو عامل ديل مع حد، خلاص احترم الديل اللي هو عامله. ممكن الناس ما كانتش تعرف، يعني ممكن اتحاد الكره مثلا ما كانش يعرف. عامة هو الموضوع تقريبا اتحل امبارح. الموضوع اتحل، ما اتحل بعد ما الناس اتكلمت كتير. كابتن عازم جاهد كان معانا في الفقره الاولى، هو المتحدث الاعلامي بتاع اتحاد الكره. تمام. وقال لنا الموضوع خلص واتحل، والصوره هتتشال من جنب الشعار وكل حاجه جدا يعني. والاعلام نفسه اتكلم كله امبارح. انا بقى عايز اسالكم سؤال كده، بما ان انتوا شباب، يعني محمد صلاح لما بتشوفوه بيرفع راسنا بره وكده، انتوا العائد عليكم بيكون عامل ازاي؟ بالمناسبه احنا كنا لعيبه كوره، هو كان بيلعب وانا كنت بلعب كوره. انتوا ما بتعملوش ثواني بس اميره، بتلعبوا ايه؟ ثواني، انتوا بتعملوش ايه؟ لعبنا كوره كتير ما شاء الله. كان ده جامعه ومتعه، لعبت في نوادي كبيره، كنت بتلعب في الزمالك وترسانه. الاتحاد متربي من انا صغير يعني. اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي طبعا. طب خلي بالكم انتوا مروحين. انا متعصب جدا. خلي بالكم انتوا مروحين. هشام ماشي، روح انت. طيب احنا للاسف وقت فقرتنا خلاص انتهى. تمام. الوقت الجميل مش بيعدي بسرعه، بيطير ان شاء الله. انا عايز من كل واحد فيكم في عجاله كلمه. تمام. للشباب نصيحه كده. نصيحه للشباب، الناس اللي بتسال ان انا عندي هدف وعايز احققه، مفيش فرصه او ماديات او الجو ده كله. تمام. لا، كل واحد مننا عنده هدف، عنده المقدره انه يحققه، بس بايمان وثقته في نفسه في المقام الاول، ويبقى عنده اراده ان انا مفيش حد احسن مني. صح. واللي عايز احققه انا هحققه. بس هشام، رقم واحد راضي اهلك قبل اي حاجه، يعني ابوك وامك دول اهم حاجه في الدنيا. صح. بعد كده حط الحاجه قدامك هتوصل لها، وقعت مره قوم مكمل، وقعت التانيه قوم مكمل، يعني كده كده هتوصل ان شاء الله، انت مش اقل من اي حد وصل. بس طول ما انت اول حاجه ربنا، تاني حاجه اهلك، تالت حاجه ان انت عندك هدف بتسعى له، كده كده هتوصل ان شاء الله. بالظبط كده. وبطل تريقه بقى على البنات على السوشيال ميديا، يعني على مش عارفه تلبس بناتي ايه، كفايه يعني. بجد احنا كنا مبسوطين معاك جدا جدا، فقرتنا عدت الهواء بسرعه، وشكرا جدا لكل الكلام الجميل اللي انتوا قلتوه، كل الطاقه اللي انتوا اديتوها لنا احنا شخصيا، بعيد عن المشاهدين انا شخصيا استفدت. شكرا ليكم. شكرا ليك جدا.